السلام عليكم يا شباب. بعد اذنكم بس نسال سؤال سريع كده، وان شاء الله باذن الله اللي هيكسب معانا هياخد جايزه. ايه رايكم، مستعدين ولا مش مستعدين؟ مستعدين. تمام. الفاكهه عامله ايه الاول؟ اسعار الفاكهه ايه؟ تمام. مولعه ولا لا؟ تمام مظبوط. طيب السؤال بسرعه كده، بنقول لقيله في قريش قيله فهم رحله الشتاء والصيف. رحله الشتاء والصيف، رحله الشتاء كانت لبلد ايه ورحله الصيف كانت لبلد ايه؟ تعرف؟ تعرف؟ الشتاء. عارف الشتاء والصيف. طب سؤال تاني شكله تبقى للشام تقريبا. رحلة ايه؟ اللي هي الشتاء للشام. ورحلة الصيف لليمن باين. طب نسأل السؤال التاني. لا إجابة غلط. نسأل السؤال التاني. ويمنعون المعونة الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. يعني ايه يمنعون المعون؟ اللي هي تقريبا الصدقات اللي بتكون في القراءة حاجة زي كده. يعني إجابة شبه صحيحة شوية. أي صدقات؟ اللي هي مثلا بيبقى مطلع عدد معين أو زكاة حاجة زي كده. طيب يمنعون المعون. طب إيه هو المعون؟ المعونة اللي هي جاية من المعونة صح؟ لا ملهاش دعوة بالمعونة. مش عارف والله. اللي هي الآنية أو الإناء جاية من المواعين، عارف المواعين بتاع جاية من المواعين، الإناء اللي هم أقل حاجة ما تضرش الناس، مش عايزين يتصدقوا بيها برضه. طيب تعرف رحلة الشتاء والصيف؟ رحلة الشتاء ليه؟ ربنا معاك. ما كده أنتوا هتضطروا تدينوا صباع موز. بعد إذنك، هات صباع موز. شكرا. السلام عليكم. هندخل على المحل الجاي ده على طول، اخر محل معانا، محل الغسالات ده، وهنمشي على طول. خلي بالكم معايا، الايات دي بنقراها كل يوم في الصلاه ومحدش بيعرف معناها للاسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف بكم الاول. حسن الشام. محمد حسن الشام. هو شغل ايه بالظبط؟ مش واخد بالي. صيانه الثلاجات. صيانه الثلاجات. طب معلش مش هاخد من وقتكم كتير. هسألكم سؤال بسرعة كده، بس تعالوا جوه عشان بس الزيطة اللي جوه دي، الزيطة اللي بره. هسألكم سؤال سريع كده وتجاوبوني عليه، لو جاوبت هتاخد جايزة. اتفضل. لقيلة في قريش قيلة فهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت لإيه ورحلة الصيف كانت لإيه؟ لا والله مش عشان رحلة الإسراء والمعراج؟ لا لا، رحلة الصيف الآيات دي كل يوم بنقرأها في الصلاة. وادي لنا اللي عنده 30 سنه بيقرا دي 30 سنه، واللي عنده 40 بيقرا دي 40، وللاسف مش بنبحث عشان نعرف معنى الايات. رحله الشتاء والصيف كانت لايه؟ الشتاء والصيف كانت لايه؟ طيب نسال سؤال ثاني. الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. يعني ايه يمنعون المعون؟ يعني يمنعوا المانع. ها؟ الممنوع من؟ طيب المعون ها؟ اللي هو مثلا من الشيء المحرم؟ لا، ويمنعون المعون. يمنعون المعون يعني بيمنعوا، يعني اقل صدقات مش هتضرهم لو اتصدقوا بيها، ويمنعوها عن الناس الفقراء. والمعون جايه من المواعين، جمعها مواعين، اللي هي المواعين بتاع الستات دي. طيب اخر سؤال خلاص، انا عايز اكسبكم باي طريقه يعني، بس شكله كده مفيش فايده. قول لنا خمس صور من بتتسمى باسم الانبياء. خمس صور باسم الانبياء. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر. لا، الصورة. الصورة اسمها إيه؟ سورة يوسف. يوسف هذا أول صورة. بعدين سورة محمد. سورة ياسين. لا، ياسين ده مش اسم نبي. يحيى. سورة نوح. نوح. يبقى نوح ومين؟ ويوسف. ويوسف ومحمد. كده ثلاثة، بقى اثنين. سورة مريم. لا، احنا قلنا أسماء أنبياء. خمس صور بأسماء أنبياء. سورة إبراهيم. إبراهيم. سورة هود. طب حافظ حاجة من القرآن طيب؟ طب ممكن تسمعني أي حاجة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءك بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بسم الله ما شاء الله. انت كنت هتخليني اعيط دي حاجه يعني، بس ايه اللي بقى يعني الغريبه قوي يعني شايفك بتصلي على غسالات وصوتك غسالات ولا ثلاجات؟ ثلاجات. بس ايه اللي يعني بيخليك بتصلح وانت بسم الله ما شاء الله صوتك جميل جدا، ما تشتغلش على نفسك ليه وتشوف يعني دورات احكام تجويد وتقدم في مسابقات؟ بقدم في مسابقات الحمد لله، وبروح في كاب تجويد يعني في القطاع مور. يعني في نفس القريه ولا قريه جنبك هنا؟ لا في نفس القريه جنبك. تمام. طب انت طموحك ايه؟ يعني صوتك جميل جدا، طموحك ايه؟ تفضل برضو تصلح في الثلاجات ولا عندك طموح معين؟ والله نفسي اطور المحل وخلي محل على اعلى مستوى والناس تتابعنا على اليوتيوب. عندك قناه؟ عندي قناه. عندك قناه على اليوتيوب ولا على الفيس؟ لا عندي قناه على اليوتيوب. بتقرا فيها برضو والكلام ده؟ بسم الله ما شاء الله. طب اسم القناه ايه طيب عشان الناس اللي بتتابعنا دلوقتي؟ صفحه ايجيبت لايف، يا ريت يعني يدعموك ويدخلوا على القناه. يعني اسمها الداعي الصغير محمد حسن الشامي. الداعي الصغير محمد حسن الشامي. بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا انتم ما جاوبتوش على الاسئله طبعا معانا، بس برغم كده برضو هنكسبكم برضو اي حاجه ان شاء الله باذن الله. ما اظنش في اجمل من المصحف هديه لصوتك الجميل، وصباع موز لسه واخده من المحل الفكهاني اللي معرفش يجاوب. ربنا يبارك فيه. وده برضو ده رزقك كده قوي. وده برضو جاوب كده انت وحظك زي ما تلاقي فيه ان شاء الله باذن الله. وطبعا متابعين ايجيبت لايف اللي زعلوا من الفيديو اللي فات اللي ما جبرناش خاطر الراجل فيه، هتنتظروا فيديو ان شاء الله قريب جدا هنراضي الجميع باذن الله. وانتظروا دايما فيديوهات معانا ان شاء الله باذن الله، ودايما معانا جديد صفحه ايجيبت لايف. يا ريت كله يدعم القارئ الصغير الجميل ده اللي زي ما شفته كده، واللي عايز يساعده ويطور محله او يتابعه في الصفحه بتاعته على القناه، قناه اليوتيوب. قلت تاني اسمها ايه؟ قناه الداعي الصغير محمد حسن الشامي. ماشي يا محمد، شكرا جدا ليكم، وتابعونا بقى على صفحه ايجيبت لايف ان شاء الله. شكرا. كان معكم احمد امام انس، وشكرا، وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله. عليك انت الفيديو القادم.